ينهن العالم الإسلامي والأمة العربية بحلول عيد الفطر المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالأمن والخير والبركة. كذلك أهدي أمنياتي وأهدي أنه أحب أنه أعايد أمي وأبي وأن الله يجعلهم خيمة على رأسي، بالإضافة لأنه أمنيتي أنه أحب أنه الله سبحانه وتعالى يديم هذا الأمن اللي موجود حاليا على العراقيين أجمع إن شاء الله. من متعايد أولا؟ والله مثل ما قلت لك، أنا أحب أعايد الأم والأب اللي هم تاج الرأس إن شاء الله. الله يحفظك. أمنيتك الخاصة للعراق شنو؟ والله أمنيتي أنه أمنية كل عراقي شريف أنه يعم هذا الأمن والتطور والازدهار اللي نتمناه كل شخص لبلده، وان شاء الله ما نشوف انه عاطل عن نشوف خدمات انه تزدهر اكثر، ونشوف تقديم الخدمات الصحيه والخدميه كل الشعب العراقي ان شاء الله. شنو على تقاليد العيد كالصلاه والعادات الحلويات؟ شنو على بعض تقاليد العيد؟ شنو والله هي العيد يعني تعرف اول شيء انه صلاه العيد الصبح اول ما تبدا بيها، ثاني شيء زياره الاقارب والاهل اللي هي متعارف عليها، ثالث شيء التبضع الحلويات والشوكليت وما شابه ذلك، وزيارة الأضرحة الدينية. ليش دائما الأسعار ترتفع بالمناسبات والأعياد؟ شوف، هي كل ما يكون أكو إقبال من قبل المواطنين يستغلوها التجار، يعني الكمية راح يصير عليها طلب، وهاي الكمية راح يصير أقل يصير عليها طلب أكثر. فنشوف التجار هم جشع، يعني الكمية اللي موجودة والأسعار اللي موجودة هي نفسها لكن راح تضعف بسبب إقبال الشديد من قبل المواطنين على هذا السلاح.
نهني العالم الإسلامي وأمة محمد بعيد، إن شاء الله عيد الفطر المبارك، إن شاء الله عيد بركة على أمة محمد وعلى الإسلام، والله يحفظ العالم والله يحفظ العراق، إن شاء الله عيد بركة. نطلب من الناس الشرفاء العتا محلات تصعد على الناس، لأن الناس تعبانة، الله شاهد تعبانة، الشاب مصرفه مبين، أبو الراتب مصرفه على قده، يعني نطلب من أهل المحلات أصحاب البسطيات يغلون على العالم، الناس تعبانة خطية. وإن شاء الله هذا العيد الناس حضرك لي يا شيخ، حضر عصائر، حضر منزليات للبيت، حضر فت شغلات حلوة، وإن شاء الله عيد خير وبركة علينا وعلى أمة محمد. شنو أمنيتك؟ والله الصحة والعافية والتوفيق، وإن شاء الله العراق يكون يسم الخير، أريد بلدنا يكون حالة حال بلدان العالم، حالة حال الإمارات، حالة حال لبنان، حالة حال باقي الدول، بلد جيبه وحط بجيبك. خطية العراق والله خطية بالقرآن، شباب تعبت، الناس الكبار تعبت، يعني بس نقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل من أكل أموال العراق، حسبي الله ونعم الوكيل، وإن شاء الله عيد البركة على أمة محمد. حضروا للعيد كليأتشة وعصائر وبخورات ونفرش البيوت، رتب الوضع، لازم خطار يجيك، خطار يعايدك، خطار يسير عليك بعد، وإن شاء الله عيد أمة محمد هذا عيد بركة على الإسلام والمسلمين. والله أتمنى الأمن والأمان يعم على الشعب العراقي والناس تكون إن شاء الله تشوفها كده فرحانة. شو تتمنى العراق؟ والله أتمنى على الخير، الخير والسعادة، يعني أتمنى العراق أتمنى الناس تكون كده فرحانة. شنو العادات التقاليد اللي عندكم هنا بتكون بالعياد؟ والله كل عيد نأخذ الجهال ونشتري لهم ونفرحهم ونسوق، نسوق بعد ما العيد تعرفته، يعني هاي الحلويات كليتشة ما العيد. الكليتشة ما تستغنى عنها؟ لا لا، بالعيد هو أي عراق ما يستغنى عنها، بالعيد كل عيد هي كالعادة، وإن شاء الله خير على العراق كله. شلون تشوفون الأسواق؟ والله الأسواق غالية، يعني كلش غالية، يعني الملابس غالية، يعني الطب للسوق نار السوق مو، بس بالمناسبات يغلى. ليش بالمناسبات يغلى؟ والله يا اخوي ما اعرف بعد، تجار هالمحلات ما اعرف، بس هي غاليه يعني بالمناسبات كلش غاليه. شلون الاجواء تكون بالعيد بواسط حلوه؟ والله حلوه ان شاء الله، حلوه بهلها ان شاء الله، حلوه بهلها. Thank you.
أمنيات عديدة يمتلكها الشارع الواسطي، وأغلب العراقيين اليوم أمنياتهم هي أمنيات لربما أنه تعم الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي بالمحافظة، بالإضافة إلى أمنيات قد تنم عن بساطة المواطن الواسطي. اليوم أغلب المواطنين هي أمنياتهم كلش بسيطة بهذا العيد، أن يحصل على فرصة عمل، أن يمتلك له وظيفة، أن يمتلك له عمل بسيط. فهاي أمنيات بسيطة هي تنم عن بساطة المواطن. نتمنى من الحكومة الحالية أن تكثف جهودها للسيطرة على المتلاعبين بالدولار، وخاصة اليوم أنه نلاحظ أنه إقبال واسع على الأسواق العراقية، لكن اليوم نلاحظ بالأسواق هي جشع كبير، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البضائع أثر سلبا على المواطن الفقير. ومحافظة واسط تعد هي خامس محافظة من حيث الفقر من بين المحافظات الأخرى. نتمنى من الحكومة العراقية أن تكثف هذه الجهود والسيطرة على التجار والمتلاعبين بالأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار وتذبذبه وعدم استقراره، هذا أثر بالغير الإيجابي على المواطن. ثاني شيء أنه نتمنى بالعيد القادم أنه كمحافظة واسط ما راح نلقى متظاهر مفترش الأرض هو يبحث عن فرصة عمل. اليوم نلاحظ الكثير من الخريجين والكسبة اليوم يبحثون عن فرص عمل ويفترشون أمام مجالس المحافظات والحكومة المحلية بالمحافظة. نتمنى أن نعبر هذه المرحلة، والحكومة المحلية والمركزية تكثف جهودها، لأن ذولا أبنائهم أنه نريدهم إحنا بالعيد القادم أن نلقى، ما نلقى متظاهر بس يفترش الأرض، ولا نلقى فقير بمحافظة واسط، لأن واسط غير. نهني العالم الإسلامي والأمة العربية والعراق العظيم بالعيد الأغر، عيد رمضان. إن شاء الله كل عام وأنت بخير، وكل العراقيين بخير، صحة وسلام إن شاء الله، وإن شاء الله إن شاء الله عياد خير يبشر بخير هذا العيد إن شاء الله، العراق العظيم إن شاء الله. شلون تشوفون العادات والتقاليد بعد هالأفزاب بالكويت؟ عاداتكم شنو بالكويت بالعيد؟ والله العادات والتقاليد تقريبا يعني عادة نقول احنا قلت، مو مثل قبل، وإنما هي نقول يعني شلون نعطيها فد رقم معين، 50% القدامى، الناس القدامى بدأت تتعايد بيناتها وتتواصل بيناتها. بس بالنسبة للشباب الجدد حسب التواصل، إنه تواصل اجتماعي من دخل المجتمع، قلل هاي المعاصرات المعايدات أكثر شيء على التواصل الاجتماعي مع كل الأسف. وإنما إحنا الناس اللي القدامى لا، نروح نتحول لجيراننا نعايده، أول شيء نتحول لجيراننا، من نبدأ من أول جار، ثاني جار، ثالث جار، رابع جار، هو راح يجي علينا، راح نقدم المائدة الصباحية مثل نقول يعني إذا فاطر. عادة إحنا القدامى فتصينية قيمار كليتشة تشكليت، نبقى هالثلاثة هالممارسات يعني نبقى باقين على عاداتنا القديمة. قبل يعني كنا ما نعزل بأيام العيد، قبل كنا يعني نبقى ليل ما نهار ثلاثة أيام يعني متواصلة، ونعد بعد ثلاثة أيام متواصلة مع ليل ما نهار مستمرين. هسه لا، هسه بالعيد أنا جاي أعزل ثلاثة أيام، ماكو شغل، مو ذاك العمل للأسف الشديد. اختلفت وضعية التواصل، من قلت لك أنا من دخل التواصل الاجتماعي غير كل أساليب العمل، يعني قلل من العمل تقريبا 80% للأسف الشديد، بقى 20%. شنو اللي تتمنون بصورة عامة؟ والله نتمنى للعراق العظيم أنه يعيش بسلام، نتمنى للعراق العظيم أنه هاي الشباب الواعية، الشباب أنه كلها تشوف الخير، ونكون أنه نتمنى أنه يعني شلون ما يعني أمنية لا توصف بالنسبة لنا. نتمنى أنه كل الناس تعيش بهنا وأمان، يعني أمان بالدرجة الأولى، أنه العراق يرتفع إلى مرتبة أعلى.
أمنيتنا نخلص من هاي الحروب، نخلص من هاي المفخخات، نخلص من هاي الشرذمة اللي ما نعرفها، نخلص من السياسيين الجاي ما مخلينا مكان. نريد بلدنا يرجع مثل قبيل، عاداتنا ترجع مثل قبيل. هسه التواصل الاجتماعي كلش يعني أثر عليها، أثر على العادات من عائلتنا والتقاليد، التقاليد القديمة حلوة. زار واحد يزور جاره، واحد يزور أهله، يزور أقربائه، يعني كلش هاي التقاليد تقريبا قلت عندنا، قلت من وراء هاي الموبايلات، قلت من وراء التواصل الاجتماعي. يعني هسه يعني هواي يعني 80% تغيرت. شنو العادات اللي عندكم بالعيد؟ بالعيد للصلاة، بالعيد اول ما نروح نصلي بالجامعه يا اول يوم العيد نرجع نعايد اهلنا، اقربائنا، اصدقائنا، جوارينا، احبابنا، نقدم لهم هذا عندنا الموجود مثل الكليته عندنا او التكليته او المقبلات، الحلويات ما حلويات. خلي السبب ان ترتفع الاسعار، البضائع، الملابس، تجار اذوا البلد كله التجار، يعني حتى يعني الدوله ما جاي تاثر عليهم، الدوله ما جاي تاثر عليهم مثل قبل التاجر اذا زود السعر يعلقوه بال امام التجار ويعدمون. هسه ماكو، يعني هسه كل من بكيفه يجيب من خارج البلد، ما تدري صالحه مو صالحه، يبيع يعني قلل الاسعار، يعني تجيب المادة الموزينة ويأثرون على المواد صناعتها عراقية. كل عام وانتم بخير يا رب الصحة والسلامة. احنا العراقيين كطبيعتنا اعيادنا تختلف بصراحة، نستقبل الناس، يعني يجيك الخطار يدق الباب تستقبله. عندنا عادة حلوة عند العراقيين وهي الكليتشة، دائما تكون هي يعني رئيسة المائدة. بنفس الوقت احنا نشكي يعني بصراحة السوق دائما يرتفع يعني قبيل العيد او قبيل المناسبات، هذا ما يعني يمزجه التجار، هي فرصة يعني يستغلون هاي حتى يستفادون اكثر، وماكو مراقبه من قبل الحكومه المركزيه والحكومه المحليه. هاي شنو امنيتك؟ امنيتي عامه وخاصه. اذا امنيتي الخاصه بين بصراحه هاي ما اقدر اقولها، بس رب العالمين يعلم بي. او امنيتي وامنيتي العامه يكون العراق بخير وامان، ونخلص من الناس اللي تعبت العراق. العراق تعب، العراق هواي نزف دم. نتمنى هذا يتوقف. نتحضر يعني مثلا باكر عيدنا، احنا بنفس اليوم نتحضر، بين تعرف الكليجة سولفت لك عنها، بين هي تتحضر قبل العيد بيوم، ثاني يوم الصبح تنشوي وفد شيء حلو مرتب، وهاي مال الصلاة، وتعرف انت وتطلع الصبح تروح تجيب لهم كاهو جيمر، هذا موروث عندنا في محافظة واسط، هو الريوق
يعني المستدام اللي عندنا موجود هو كاهو قمر الصبح بالعيد، فيهتمون الاهل هاي يعني اشكال والوان. ومن هنا أوجه كلمة إلى أبناء شعبنا العراقي المبارك العظيم، لقد لمسنا تعاطفكم وتعاضدكم مع بعضكم في أيام شهر رمضان، نتمنى وأرغب وأتمنى من الله أن يدوم هذا التعاطف وهذا التواجد وهذا التراحم خلال الأيام القادمة وليس في رمضان فقط. من هنا أبارك لكم هذا العيد، عيد الفطر المبارك لكم ولأبنائكم ولجميع أبناء شعبنا العراقي، وأتمنى على حكومتنا الموقرة المباركة بقيادة الأخ العزيز السوداني أن تقوم بدورها على أصح وجه، وذلك بتطبيق النظام القانوني الراقي الذي يضمن كرامة وحقوق الإنسان. وشكرا لكم. بالنسبة إلى موضوع الأسعار وارتفاعها، هنالك من لا إيمان له ويستغل المناسبات ويرفع الأسعار، أما الإنسان المؤمن فتراه كثيراً ما يخفض هذه الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطن. العيد يبدأ دائماً، ما يبدأ العيد بصلاة العيد المباركة، وغالباً ما تكون بعد صلاة الفجر أو دون من ذلك، وثم التواصل بين الأهل والأقرباء من خلال الزيارات المتبادلة، هذا أغلب ما موجود في العيد. وهنالك كان تقليع عندنا انه الاطفال تعطى لهم العيديه، الا ان هذه العاده تقريبا ايضا انقرضت، ولا يوجد الا القليل من متمسك بها. هذا كل ما في العيد، يعني ليس هنالك جديد. اما بعض العوائل التي عندها شيء من التمكن او من اصحاب الحالات الوسطى، يعني يخرجون إلى المتنزهات والحدائق والمولات، هذا كل ما موجود لدينا. والله أمنيتي الخلاص من الفاسدين حقيقة، الخلاص من الفاسدين أمنية كل العراقيين، وتهنئة حارة بمناسبة عيد الفطر المبارك، تهنئة حارة للشعب العراقي العظيم فردا فردا وإلى الأمة الإسلامية. أول شخص تعايد منه؟ والله كل الناشطين كلهم. شنو تتمنى للعراق؟ من الخلاص من الفاسدين طبعا. احنا مظاهرات يعني من 2011 13 15 الى حتى 20 ومستمرين، احنا ضد الفساد حقيقه ومستمرون، يعني احنا شعارنا مستمرون من اجلك يا عراق خال من الفساد. ليش دائما الاسعار والبضائع ترتفع عند اقتراب الاعياد؟ رقابه ماكو حقيقه، رقابه ماكو. احنا حاولنا يعني دائما وبتواصل مع المؤسسات الحكوميه حول مثل موضوع الصمون والخبز، يعني كانت كيس ب 50,000، كيس الطحين ب 50,000، كان بيش بالبدايه 10,000، كان نزل الى 6,000، هسه رجع الطحين ب 20,000 وجوا ال 20 الكيس وباقي. تواصلنا ويا المؤسسات يقول احنا ما نقدر عليهم، يقدرون يجيبون وصولات وما نقدر عليهم حقيقه، قانون ماكو اللي يحكمهم حقيقه، فماكو قانون، يعني كل من بكيفه يعني. زين، عاداتكم تقاليدكم بالعيد، شراكم التبضع شلون، الملابس الحلوه؟ والله الفقراء حقيقة ما يقدر يتبضع،
يعني يباوع للغني. انت شايف يعني المسؤول هسه هو سيارات فارهه وحمايات وتعرف انت معروفه لدى الشعب العراقي، والفقير يدور سله غذائيه هسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل التهاني وأرق التبريكات لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وإلى أبناء شعبنا العراقي البطل بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعاده الله علينا وعلى العراق الغالي بالخير واليمن والبركات. أمنية خاصة في هذا في هذه الأيام أن يكفيني شر بني آدم، وأن نتخلص من التبعات اللي والأمور السلبية التي للأسف الشديد بدأت تطفو على السطح وتؤثر على المنظومة القيمية للمجتمع العراقي والخلقية أيضا. أمنية أيضا نتمنى للعراق أن يخرج مما هو عليه مما هو فيه الآن، وأن يخرج معافى، وإن شاء الله يبقى العراق كما عهدناه شامخا بطلا يطال السماء إن شاء الله. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير في كل ربوع هذا الوطن، بل في ربوع البشرية جمعاء، وأن يعم السلام جميع ربوع المعمورة، ولا تسود إلا الأخلاق الرفيعة والألفة والتسامح والمودة والتكاتف والتعاون. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أيضا أن يعم الخير ويعيش العراقيون عيشة كريمة ويتخلصون مما هو عليه، فيما خاصة في الوضع الراهن من الطبقة التي تسيدت المشهد والتي لا تراعي إلا ولا ذمة لهذا الشعب. طقوس العيد، العيد كما هو معروف صباح العيد نفتتح العيد بالصلاة، صلاة العيد، ومن ثم الفطور المتعارف عليه عند العراقيين، تقريبا أغلب العراقيين هو القيمر والكاهي. كذلك تبدأ حالة التزاور بين العوائل والتواصل، تفقد الأقرباء والأصدقاء، والخروج بسفرات ترفيهية في مناطق قريبة ربما تكون أو بعيدة بعض الشيء عن المحافظة. طقوس العراقيين معروفة، ولكن للأسف الأسيف نقول أن الأسعار في السوق بدأت تتضاعف شيئا فشيئا، وتستغل من قبل ضعاف النفوس من التجار، ويبدأون بتغيير بزيادة الأسعار وإضافة مبالغ إضافية، وبالتالي شكل تقريبا أو يثقل كاهل بعض العوائل المتعففة والفقيرة ومحدودة الدخل. نتمنى أن تكون هنالك أو يكون هنالك تعاون وأيضا متكاتب من قبل المواطنين، من قبل التجار، والنظر بعين الاعتبار للحالة التي يعيشها
معظم العراقيين، وهي حالة البؤس والفقر. بعض العوائل تحتاج إلى مساعدة. نلاحظ الحمد لله وشكر أن هنالك بعض المنظمات الخيرية بدأت تظهر على السطح وتأخذ مساحات واسعة في المحافظة بعملات خيرية، سواء في سلة السلة الغذائية لرمضان المبارك أو بالنسبة إلى كسوة العيد للأيتام. نتمنى أن تكون هنالك حالة من التعاون والتعاضد ما بين الأطياف، الشعب العراقي بجميع مذاهبه، جميع قومياته، جميع أطيافه، جميع مشاربه، بغض النظر عن كل المسميات والمناطقية والطائفية وغيرها من هذه الأشياء. نتمنى أن يكون هناك تعاون وأن يخرج العراق معافى إن شاء الله، ويبقى مثل ما عهدناه إن شاء الله، رايته خفاقة بين الأمم وبين الدول المجاورة. الرحمن الرحيم، نبارك للشعب العراقي أجمع بعيد الفطر المبارك، ويا رب يزيل هذه الغمة عن هذه الأمة، ونتمنى النجاح والموفقية للجميع إن شاء الله. أمنيتك للعراق؟ والله أمنيتي للعراق هو إحنا دائما رافعين شعار كمنسقية مستمرون إنه إزالة الأحزاب الطبقة الفاسدة داخل العراق بالكامل. شنو تحضيراتكم للعيد؟ تحضيراتنا بصورة عامة للعيد هي تسبيحات العيد، ومن بعدها الكليتشة والجيمر العراقي والكاهي، فمحضرين هاي الأشياء من أهلنا بعدنا محافظين عليها. أكيد أكيد نزور أهاليتنا، الأقارب، بيت الجد، الأخوة، العمام، الخوال، يعني بعدنا محافظين على هذه. ليش الأسعار الملابس وغيرها ترتفع بالأعياد؟ والله ارتفاع الأسعار بسبب عدم الرقابة المالية اللي داخل البلد بصورة عامة. ماكو رقابة وعلى السوق المالي بصورة عامة ماكو، فبالتالي تشوف التاجر بكيفه يصعد أسعار ينزل أسعار بكيفه، ما عنده أحد يراقبه وأنه يلزمه بسعر حتى يكون بصورة عامة الأسعار متوحدة. شلون الأجواء بالكويت العيد؟ والله يعني بين مو ذيك الأجواء اللي اعتادينا عليها بالسنين السابقة، بسبب تعرف ظروف البلد اللي يمر بيها بصورة عامة. يعني عندك مستعد